منح البرلمان العراقي اليوم رئيس الوزراء حيدر العبادي تفويضا في إرسال قوات إلى منطقة كركوك النفطية التي يهيمن عليها الأكراد والسيطرة على حقول النفط هناك. وذكر قرار صدر من مجلس النواب العراقي أن على الحكومة إعادة الحقول الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها لإشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية. ودعا البرلمان إلى إصدار أوامره للقوات الأمنية بالعودة والانتشار في جميع المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك.